ورجعنا لكم مشاهدينا وفقرتنا الرابعة والأخيرة ليومنا النهاردة في نهارك سعيد، واللي هنتكلم فيها عن موضوع من الموضوعات في الحقيقة الغريبة والمريبة في نفس الوقت. إن احنا عندنا فنانة من نوع مختلف، هي مش بترسم لوحات ولا بتعمل منحوتات، ولكنها بتشخبط على العفش أو بترسم على الأساس. الموضوع ممكن فكرته تكون غريبة جدا بالنسبة لنا، والناس ممكن تبقى مش متقبلها، وخصوصا الستات ربات البيوت اللي بيبقوا خايفين جدا على الحاجة في البيت، ولو حد من الولاد مسك قلم على حيطة بتبقى كارثة من الكوارث. ولكن هي جاية لنا بمفهوم مختلف، ان احنا ازاي نقدر نطلع الابداع اللي عندنا على العفش الخاص بينا. خلونا نعرف يعني وجهة نظرها ايه وليه بتعمل كده، مع ضيفتنا اللي مشرفانا مريم انور مصممة الديكور. اهلا بيكي معانا. اهلا بحضرتك. والله شكلك هادي جدا ما يدلش على اللي انت بتعمليه. لا الحمد لله. انت ليه بتشخبطي على العفش؟ لا هو مش بشخبط، هو انا بدل ما ارسم على لوحه اعلقها على الحيطه، لا يعني خدت سكه ان انا ارسم على قطعه الاساس، عشان بتبقى متهيألي بتبقى موجوده اكتر معانا، يعني مش هتفرطي فيها بسهوله او مش هتبوظ بسهوله. بس صعب ده، منحنيات وكيرفات لا ما هو ده الحلو، ما هو ده الجميل، ان انت تبقي راسمه على حاجه وتبقى بالصعوبه دي، وفي الاخر تبقى قطعه فنيه تغير لك شكل البيت تماما. انت خريجة ايه؟ فنون جميلة. عشان كده لازم تفني فينا بالظبط. ما طبعا هو لازم اطلع الطاقة دي ازاي؟ من قبل فنون جميلة وانت عندك الموهبة دي ولا بعد ما دخلتي لا فنون مش جميلة؟ قوي، كان في العادي جدا، لكن هي فنون جميلة اللي بتنمي وبتخلي الواحد ذهنه بيبقى حاضر اكتر في موضوع الالوان والحاجات اللي زي كده، فلا هي من فنون جميلة. طيب خلينا نتكلم عن ان في ستات كتير ممكن يكون عندهم الحاسة الفنية بس مش عارفين يطلعوها ازاي. ممكن بيطلعوها في عدلة كنبة، في تعليقة ستارة، في رصة تابلوهات، لكن ما بيبقاش عندنا الجرأة ان احنا نعمل حاجة اكتر، بنخاف يعني. حقيقي بصي، هو الجيل دلوقتي اللي طالع هو ده يمكن اللي بيميل اكتر اللي انا بعمله، يعني يمكن برضو امهاتنا او الجيل اللي قبل كده شويه، لا هو زي ما بتقولي بيبقى خايف على قطعه الاساس جدا، بيبقى محافظ عليها، بيبقى الموضوع تقليدي قوي في دماغه، يعني عايزها بني، عايزها اسود، فاهماني؟ اللي لكن هو يوم ما دلوقتي نتجنن قوي يعني نعمل حاجه اوف وايت مثلا، ابيض اوف وايت حاجه زي فيقول لك كده اوف وايت ما ينفعش في البيوت، ده بالظبط، العيال هتبهدلوا. هيتبهدل، ويعني كتير بيبقوا خايفين انهم ياخدوا قطعه مني من المنطق ده، ان هي ممكن تبوظ او الرسم هيطلع، فلا بيبقى ردي عليهم لا، يعني هي زيها زي قطعه الاساس، بس كل الفكره ان هي بدل ما هي لونها تقليدي هي لونها مطرقع، يعني احمر اخضر اصفر، القطعه نفسها، الترابيزه نفسها، الكرسي نفسه. يعني انا مثلا ممكن يبقى بيتي فيه الوان غوامق، وده سمات البيوت المصريه بالظبط. يعني، كله دلوقتي يقول لك حقيقي. الانتري بني، اسود، ازرق، يوم ما بنتجنن او بنعمل نبيتي بس برضو يبقى غامق يعني، درجات لا ما يبانش فيها بصمات العيال يعني. النبيتي والزيتي ده اساسي انا في اي ينفع ان انا اجيب ترابيزه خضراء وصفراء وحمراء مع الوان كده؟ بصي اللي دايما بقوله ان البني بينفع مع اي لون، يعني انت لو بيتك فيه غوامق لو حطيتي حاجه في النص تنور، بالعكس دي ممكن تغير شكل المكان ككل، مش شرط يعني حاجة تحطي زي كل حاجه الجراي ملونه. في بينك ده احط معاه ايه؟ والله ممكن تاخدي من البينك نفسه، يعني ممكن الترابيزه نفسها تبقى بينك، تبقى فوشيا مرسوم عليها جريهات يعني انت مع بسيطه. مدرسة ان انا اخد من روح الحاجة لازم ولا اعمل التضاد في حسب الالوان؟ شخصيه صاحب البيت، اللي هيريحك اكتر نفسيا وانت قاعده في وسط بيتك هيبقى يكون ايه حسب شخصيتك. في بيبقوا بيعملوا الستايل ده ان كل قطعه ملهاش علاقه بالتانيه والوان، بس ده لازم يبقى كله، يا اما زي ما بنقول ان هي تبقى متجانسه مع بعضها، يعني في حاجه واخده من حاجه وهكذا، يعني تحسي برضو اهم حاجه ان انت تبقي حاسه بالراحه النفسيه في المكان اللي انت قاعده فيه، بصرف النظر بقى الالوان دي ايه هي. يعني ده برضو بيجيبنا لنقطة مهمة جدا، وهي نقطة ان انا مش لازم اتبع الفاشون وانا مش مرتاح. ما بالظبط. يعني طبعا يعني في ناس بيقول لك اصل ده موضة جدا السنة دي، الطقم اللي هو انت عارفة الحاجات اللي بتبقى فيها زي حاجات مغرزة اسمه كابوتيني، الكابوتوني. الطقم الكابوتوني طالع موضة جدا، بالظبط. وممكن ما تبقيش انت مرتاحة له او طبيعة الجو في البيت عندك ما تنفعلوش، بس انت شايفة ان موضة فهتجيبيه. دي غلطة بيقع فيها تقريبا معظم الناس هنا. بصي احنا في مصر مش بتوع ان احنا نغير الاساس كل شوية، يعني من الاخر مش لا السنة الجاية خالص، هتشيلي احنا كله شعب وتجيبي البيضات. وبنقعد على الحاجة احنا فعلا اخترعنا وبتعمر البيضات معانا عشان وبتاخدي العفش حاجة من يعيش اكتر والدتك، مننا اصلا يعني. حقيقي. فاحنا ما عندناش الثقافة دي، انت مش هتغيري كل سنة، فخلينا واقعيين، ما ينفعش تجيبي حاجة طالعة موضة دلوقتي ويروح موضتها بعد سنة وتبتدي تلاقي نفسك مخنوقة ومش عارفة تغيريها.
ما ينفعش تبقي قاعده في اربع حيطان ومش مرتاحه للجو اللي حواليكي، سواء لا، بقى وما للون ينفعش، للقطعه اللي عندك، ما ينفعش. وما ينفعش في بيتك تعملي كوان لا مساس، اللي هو ما حدش يعدي من لا هنا، برضو ما ما حدش ينفعش، يقعد هنا، لا ده شغل اصل متاحف الصالون، يعني، ما ينفعش، الصالون احنا مش في متحف ما بالظبط. بيتقعدش عليه، والنيش ما حدش بيعدي جنبه ولا يفتحه، فاحنا بنعمل شويه هي حاجات ثقافة كده للأسف، يعني ده موجود فعلا، بس آلهة داخل المنزل. متحف يعني. أنا دايما بحس إن غلط إن أنا أخلي بيتي متحف، ما ينفعش يعني. أنا لازم أبقى مرتاحة، ولادي يبقوا مرتاحين، عندهم مساحة يلعبوا فيها، دول أطفال، ما ينفعش أقول أصلا أنا مش هجيب لون هجيب لون فاتح وياكوا تيجوا جنبه، ما ينفعش. بس بيقولوا ما فيش عروسه تتجوز من غير صالون، مع ان ما حدش بيقعد على الصالون، لا أنا ما جبتش حدش صالون. بيستخدمه. لا لا خالص، لا ما ينفعش، ما ينفع يعني. أعتقد إن دلوقتي الاتجاه العام بقى غير كده شوية يعني، اللي مقبلين على الجواز دلوقتي بقت بيوتهم شوية مريحة أكتر من قبل كده يعني، ما صحيح، بيعملوش الحاجات الاصطباط دي. بيراعوا الاستعمال الدائم والراحة بالظبط، أكتر من التحفنة يعني. ايوه، حقيقي، اكتر ما تبقي داخله متحف والحاجات في مكانها قوي، وده بالعكس حتى انت نفسك مش حاسه براحه يعني، انت عايزه طب انت تقعدي في مكان الفن براحتك. اللي في دماغك ده طلعتيه في بيتك؟ الى حد ما عملتي ايه؟ في صورة من اللي موجودين معانا. وللأسف مش هينفع نشوفهم طب دلوقتي. تمام. فانت هتشرحي لنا بقى. لا، عندي بايو كبير كده، تمام، ده رسمت عليه والوان واخده من لون الكليم ولون الحيطان ولون رسمه على مروحه السقف، الوانه انت اللي عاملاها انا اللي ولا عاملاها هو؟ كله. لا لا لا، انا اللي عاملاه كله. طب ما اصل ده بيبقى محتاج بطانه ومحتاج دهان يعني الاول انا وستورجي بدات، كهوايه، بعد كده الموضوع ابتدى يخش في مشروع، ومعايا دلوقتي صنايعيه وفي ورش ما شاء وشغالين الله. في الموضوع، فالموضوع بروفيشنال تماما دلوقتي يعني. بس انت تقدري تشتغلي بايدك انا لوحدك؟ الاول بدات طبعا بايدي يعني، بقدر اعمل كل حاجه، انا نجار واسترجي ما شاء وكل الله، حاجه اجدع ستات. بالظبط كده، لكن بعد فتره طبعا لا، احتجت صنايعيه معايا، وبقى في ورش وبقى في ناس شغاله. ترسمتي على البيو؟ رسمت على البايو، واخد طبعا من الالوان بتاعه الكليم وبتاعه المكان ككل، حتى مروحه السقف عندي في البيت انا رسمه عليها، انا ما فيش حاجه مش يعني رسمه عليها. طلعتي لمروحة السقف لا هي رسمتي نزلت لي، عليها؟ نزلتها. نزلتيها؟ لا هي نزلت رسمتي لي عليها ايه؟ رسمه عليها شغل مندلا، يعني ايه مندلة؟ يعني مندلا بتبقى يعني بصي، بيبقى اشكال مختلفه يعني، قرود، ورق شجر، مساحات بتتقسم بطريقه معينه، بتاخد الوان جايبها كتير، من مانديلا. بتاخد الوان كتير جنب بعضها، الوان زاهيه قوي، وعملتها على جزء كده من المروحه، على الحروف بتاعه المروحه كلها، على الريش بتاعه المروحه، وخلاص بقت طب ودي تبقى ثابته؟ جدا. ريش المروحه دي الحاجة الوحيدة اللي بتتنضف طول الوقت، انت تمام علشان تغسليها وتدعكيها ده ما يروحش، خالص اللي انت يعني. عاملاها بألوان ايه؟ لا الالوان بتبقى هي الوان نفس الالوان اللي بستخدمها للاخشاب، الوان مخصوصه، هي خلطه انا بعملها على بعضها، وبعد ما بخلص خالص بتترش برضو بمثبتات لون، بحيث ان انت تمسحيها هي طبعا مش تغسليها هتقول لنا الخلطة دي ايه ولا بتعملها ازاي ولا اي حاجة شويه بهارات. يعني، ما نحاولش نسأل اصلا، هي قالت شوية بهارات. هي بتعمل بشوية بهارات في الاخر. تتمسح وتتنضف وتعامليها معامله اي ترابيزه عندك عادي، بتمسحيها عادي بميه وكل ده حاجه. يعني ليه علاقة بالألوان اللي انت عاملاها على الطرحة؟ لا خالص، لا انا سكتي اخشاب فقط لا غير. الألوان دي حاجة ودي حاجة؟ طبعا يعني كل خامه ليها الالوان اللي تنفع عليها، ما ينفعش تستخدمي حاجه لحاجه تانية، مش هتثبت. فلا هي يعني الألوان المستخدمة على الطرحة دي اسمها ايه؟ دي الوان قماش، ألوان قماش. الوان قماش، واعتقد ان هي بتبقى طباعه يعني، هو ده مش شغلي، هو احنا طبعا بما اني بعرف ناس كتير قوي في الهاند ميد، فبحب اقتني كل حاجه يعني هاند ده ميد، مهما اتغسل ولا ما اي تسيحش حاجه. لا لا الالوان لا وما لا تبهتش خالص، زي خالص. اي تيشرت ما مرسوم عليه حاجه، حسب بقى جوده المنتج طبعا يعني. يعني حسب الخامه اللي معمول عليها. بالظبط، تمام. وحسب الالوان المستخدمه، وحسب يعني. يعني انا مريم مثلا لو اديتك كنبه زي دي واقول لك فكري لي في فكره، هتفكري في ايه؟ الكنبه زي دي لازم تبقى خشب، انا دايما شغلي على الخشب، فانا ما بحبش انت القماش. ما بتحبيش الماكسي؟ لا ما بحبش القماش، ممكن اشتغل عليه حاجات بسيطه يعني، انا في شغلي دخلت عناصر تانية مع الخشب يعني، ابتديت مثلا اعمل حاجات تطريز، بانكات كده مثلا بالتطريز، ادخل عليه حاجه السيناوي، شغل السيناوي، ادخل شغل اركات، شغل خشب يعني، في حاجات ضفتها على شغلي، لكن الاساس ان انا لازم ارسم على الخشب نفسه يعني. لما بتجيلي حاجه زي كده لا انا برفضها لو هي مش باين فيها الخشب، انا بحب الخشب نفسه كطبيعه. لكن ممكن ترابيزة زي دي، ممكن جدا طبعا ترابيزه زي دي دي مدياكي مساحة يعني بالظبط، تشتغلي دي تعملي اللي انت ممكن اللون عايزاه. هيتقلب خالص، الرجلين تبقى لون من فوق، تبقى لون تاني، بترسم عليها حاجه يعني حسب تقدري تتصرفي دماغك. مع الميتال كمان؟ ممكن
سهل. مؤخرا ممكن عملت دوت، لاني ابتديت اعمل ده في زي ما قلت لك في المراوح وفي فده كله، لا ده كله معادن يعني. بس ممكن القماش ده ترسمي عليه. القماش يترسم عليه او نطرزه ممكن جدا. انا شفت مؤخرا كان على النت حد عامل كراسي الظهر بتاع الكرسي قماش مطبوع عليه وش مارلين مونرو، والقعده كلها فرو ودانتيل كانها بقيت فستان مارلين مونرو، وكان شكله تحفه. ففي افكار بسيطه بالظبط الواحد بيعملها بتقلب كيان الحاجه تماما. في الكرسي افكار، ده زي ده الواحد يعني يستحي انه يقعد عليه بصراحه. احنا عندنا افكار حلوه قوي، بس الكرسي مثلا اللي بتقولي عليه دوت ده من بره كوبي، ده متنفذ من بره كوبي. الفكره كلها يمكن ده اللي خلى المنتج بتاعي رائج اكتر، او الحمد لله يعني ليه جمهوره. فكره ان انا باخد من الحاجات المصريه، يعني مثلا انا اول حاجه عملتها كان كرسي قهوه، كرسي القهوه اللي في الشارع العادي خالص بتاع القهاوي المصريه القديمه، هو ده اللي اشتغلت عليه، بقى تحفه، بقى قطعه فنيه ملهاش حل. يعني انت عايزه تقولي ان الافكار اللي عندك مش متاخده من اي حد، مستوحاه من مصر، دي من هنا، افكارك انت الشخصيه. من عندنا هنا يعني. بشتغل على طبليه، على التراث المصري. الطبليه اللي في البيوت الريفيه كلها دي انا اشتغلت عليها، الطبليه ورسمتها. الخشب. طبليه الخشب اللي باربع رجلين القصيره خالص دي انا اشتغلت عليها برضو ولونتها. الكرسي بتاع القهوه يعني الحاجات المصري قوي، الزخارف الاسلامي، الحاجات دي. طب اميز الحاجات اللي زي ما بنقولها كده بالمصري والبلدي اللي عليها سحب عندك ايه؟ بصي كرسي القهوه ده الناس مبهوره بيه بشكل فظيع. هو في الكافيهات كمان دلوقتي مطلوب جدا، بيبقى شكله تحفه. قعدته بتخلي الجسم مستقيم والظهر مرتاح، وفي نفس بالظبط الوقت هو شكله شيك. شكله، وبعدين بيستحمل طبعا. الطبليه مثلا، موضوع الطبليه ده في ناس بقت تاخده بدل المكتب بتاع الاولاد، بدل ما يذاكروا على مكتب يبقى الموضوع كده ناشف شويه، لا هم بياخدوا طبليه وحواليها بيقعدوا. ده فكرة جديدة وجميلة، بصي بس لا مفيش يعني، لمبة جاز بقى. لا والله ممكن يعني. بصي انا بحب اي حاجه مصري، اي حاجه مصري بتبقى حلوه فعلا لما بتشتغلي عليها وبتنميها وبتغيري شكلها بتبقى حلوه قوي، بتفرق يعني فعلا. الطبلية عندك شغالة والكرسي القهوة شغال. جدا. وفي مثلا بعمل حاجات للبلكونات، برسم على الخشب نفسه اوراق شجر وبتاع، فبتحطيها في البلكونه لو انت بص، حاطه زرع. احنا عندنا أزمة من سنوات طويلة للأسف، وهو اختفاء الذوق الجميل او الذوق العام الجميل. يعني احنا زمان كنا نقدر نقول مثلا ايه، من 30 40 50 سنة نقدر نشوف المباني والأبنية المصرية مش مجرد ان انت بتعمل عمارة وبتبني شقق، لا ده انت بتعمل شكل جمالي وروح بالظبط، معمارية لكل حاجة انت عمارات وسط بتعملها. البلد وتلاقي البلكونات والكربة. زمان كانت الناس تهتم قوي بزينة البلكونة والخضرة اللي في البلكونة، حتى الصينية بتاعت القلل اللي كانت في البلكونة كان بيتعمل لها دانتيل وقماش، ويعني بالظبط. كان أدق التفاصيل، كنا مهتمين بجمالياتها. دلوقتي الموضوع بقى صلب جدا بقى وطف مخزن، جدا. في ناس كتير بتعمل البلكونه مخزن، يعني انت عندك المكان الوحيد اللي ممكن تطلع فيه للدنيا او تقف فيه في الشمس او بره بيخزنوا فيه دلوقتي. بس زي ما قلت لك الاتجاه دلوقتي اتغير شويه، او الفكره اتغير شويه. انا بياخدوا من عندي كراسي مرسومه، ورود واشجار وكده، وبتتحط في البلكونه جنب الزرع اللي بتحطيه، فلا بتدي شكل تاني خالص. والله نتمنى ان الذوق يتحسن، وده هيبقى على ايديكم ان شاء يا الله رب ان شاء الله. باذن الله. طبعا نورتينا وشرفتينا وبشكرك على وجودك معانا ميرسي النهارده. جدا، شكرا ميرسي ليكي، حضرتك جدا. نهارك سعيد ان يا شاء رب. الله. شكرا. شكرا ليكي. ومشاهدينا شفنا معاكم على مدى ساعتين كاملين على الهواء مباشره 4 فقرات، بنتمنى انهم يكونوا حازوا على اعجاب حضراتكم. شفنا كمان فقرتنا الرياضيه النهارده، وانتقلنا لكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر ميونخ للامن. ان شاء الله بكره هنكون مع حضراتكم وفريق عمل جديد وفقرات اجدد. شكرا ليكم، نهاركم سعيد.